الخبرات اللي تكونت بين أعضاء الكتلة مجتمعين فوق 150 سنة، فهالخبرات بتفيد كونها تمثل قطاعات مختلفة، الصحية، الطبية، التعليمية، الهندسية، التجارية، المقاولات. هذا راح يساعدنا لفهم بالضبط الأوضاع اللي موجودة حاليا في الاقتصاد، ومساعدتنا على أن نقدم الأفضل لأعضاء الغرفة كحلول. دائما التحديات موجودة، لكن الأهم هو القدرة على معرفة الحلول والعمل والمثابرة على أن تتنفذ، وهذا اللي إن شاء الله نطمح له بإذن الله. خطتنا هي البناء على كل ما أنجز سابقا وعلى كل ما تقدمه الدولة حاليا من دعم. هدفنا التكامل، بمعنى أن بنشوف كيف نقدر بالتعاون بين الغرفة وأعضائها مع الجهات المعنية الحكومية أو حتى الشركات الاستثمار، الغرف التجارة الصناعية الأجنبية الراغبة في أعضائها راغبين في الاستثمار في البحرين، إن نتوصل لأهداف التعافي الاقتصادي. فلازم نكون دائما مطلعين على التغييرات العالمية. بإذن الله أنا أرى أن هناك دعم جيد وفوق الجيد من ردود الفعل، خاصة من قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لأنه يرون فينا ككتلة. كما قلت، إن لم يكن أغلبية الأشخاص، فإن لم يكن الكلفة الأغلبية، بنوا شركاتهم بأنفسهم، بعضهم عندهم أكثر من شركة. وأنا عني شخصيا أول شركة بديتها كانت 2001، فعندي خبرة في مجال بدء الشركات ومعرفة إن شاء الله كيف نقدم حلول نقترحها، وبإذن الله نقدر ننفذها.